قررت اللجنة المصرية لإدارة أزمة كورونا إلغاء احتفالات رأس السنة وفرض غرامة فورية لعدم ارتداء الكمامة قدرها 50 جنيه. في سياق متصل قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، قال إنه تم تسجيل 43 حالة وفاة جديدة بالإضافة إلى 1189 حالة إيجابية بفيروس كورونا. كما وأعلنت وزارة الصحة المصرية عن خروج 477 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة. من جانبها أكدت النقابة العامة للأطباء وفاة 2 من الأطباء اليوم، ليرتفع عدد الضحايا بين الأطباء بسبب كورونا إلى 253. ونعت النقابة الدكتورة فادية السيد الشافعي والتي توفيت بعزل مستشفى العجمي نتيجة الإصابة بكورونا. وقالت الدكتورة منى مينا وكيلة نقابة الأطباء السابقة إن الدكتورة فادية زوجة وأم لأربعة أبناء أصغرهم في السنة الأولى الابتدائية. كما ونعت النقابة الدكتور عبد الله سيد عبد الله أخصائي أنف وأذن وحنجرة بالقليوبية والذي توفي نتيجة الإصابة بفيروس كورونا. من جانبه قال المستشار محمد عبد المحسن منصور رئيس مجلس إدارة نادي القضاء إن تحرك الدولة لمواجهة جائحة كورونا في موجتها الأولى أفضل وأكثر فعالية من الموجة الثانية التي نشعر أنها أكثر ضراوة وانتشارا. وأضاف منصور في منشور كتبه عبر حسابه على فيسبوك فارقا كبير بين تهدئة الرأي العام بذكر الحقيقة وتضليله ببيانات رسمية ولكن لا تعبر عن الحقيقة، مطلوب قدر أكبر من المصارحة والمكاشفة للتعرف على الأبعاد الحقيقية لتلك الأزمة. وأوضح أن تتدخل الدولة بقرارات حاسمة لمواجهتها سواء من ناحية إعادة النظر في تنظيم العمل لدى الجهات التي تشهد تكدسا من المواطنين ووضع الضوابط الكفيلة بالالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية وتوفير عدد أكبر من مستشفيات العزل الحكومية مع تيسير إجراءات دخولها وفرض الرقابة على أسعار المستشفيات الخاصة المغالى فيها بصورة كبيرة تفوق القدرة المالية لأغلب المصريين. هذا وأعلنت وزارة الصحة المصرية ضبط مالك ومدير المستشفى المخصص للحجر الصحي لمصاب فيروس كورونا والذي تعرض أمس لحريق في غرفة العناية المركزة أثناء وجود عدد من المرضى. وأضافت الداخلية في بيانها أنه تم القبض أيضا على مشرف التمريض بالمستشفى وعدد من الممرضين. وأكدت الوزارة وفاة 10 من المحجوزين وإصابة 6 آخرين بحالة اختناق وحروق متفرقة وذلك عقب نشوب حريق بغرفة العناية المركزة بالمستشفى وبداخلها عدد من المرضى أو من مرضى كورونا. وأوضحت أن مشرف التمريض رجح حدوث الحريق نتيجة ماس كهربائي بجهاز التنفس الصناعي وساعد على الاشتعال الأكسجين الموصل بالجهاز. ينضم إلينا للحديث حول هذا الموضوع في الاستوديو الكاتب الصحفي وائل قنديل. سيد وائل مرحبا بك. أهلا وسهلا. سيد وائل، إذن الحديث مرة أخرى يعود في مصر عن أرقام كورونا المتزايدة ولكن أيضا الحديث أيضا يعود بشأن تزايد هذه الأرقام في ظل عدم وضوح بيانات الحكومة وإجراءات الحكومة وأيضا عجز المستشفيات عن استقبال المرضى وتقديم الرعاية. طيب، منذ البداية وقعت الحكومة المصرية أو النظام المصري في مأزق كبير، في خطأ كبير، أنه تناول موضوع كورونا كقضية أمنية، طغى الهاجس الأمني على الهاجس الصحي أو الاحتياطات الصحية أو الإجراءات الصحية. الدولة الوحيدة في العالم التي أخذت كورونا كقضية أمنية قبل أن تكون قضية صحية وقضية طبية هي مصر، وتجلى ذلك في إجراءات عديدة جدا. يعني إذا كان هذا النظام بالأمس أقر غرامة 20,000 جنيه على التستر على مريض أو مصاب بكورونا، هذا النظام نفسه متهم بالتستر على الفيروس طوال العام الماضي، لأنه الجميع يعلم في مصر الآن، حضرتك عرضت دلوقتي كلام رئيس نادي قضاة مجلس الدولة على أنه هذه الأرقام يعني كلام فارغ. يعني أنت لما بتيجي تبصي بالعين المجردة هتلاقي عدد هائل من نجوم كرة القدم، عدد هائل من الفنانين، عدد هائل من أعضاء الهيئات القضائية والنيابات وما إلى ذلك، لدرجة أن هيئات قضائية بتفكر مرة أخرى في يعني تقليص حجم العمالة التي تحضر. فنحن أمام كذب ممنهج على وتضليل ممنهج على الجماهير فيما يخص جائحة الكورونا التي استغلت أمنيا فقط في
تعديلات على قوانين الطوارئ وتشريعات بتصادر حريات، وكأنهم لم يفهموا من موضوع الكورونا إلا التكميم، تكميم أفواه، مصادرة حريات، توقيع غرامات، أعمال جباية، ما إلى ذلك. في بشكل هندسي يعني احنا يعني عندنا في العربي الجديد نشرنا من مايو الماضي متواليات هندسية بتثبت أنه الأرقام التي تتحدث عنها الحكومة المصرية بعدد الوفيات كلام فارغ، لأنه بأقل تقديرات إذا قارنت بعدد وفيات 2018 و2019 الوفيات عموما ثم قارنتها بوفيات زانة الكورونا وأضفت، يعني ستكتشف أن الجاب كبير جدا بين معدلات الوفيات في وقت بيتحدثون فيه عن رفع مستوى الكفاءة الصحية والخدمة الصحية. هذا الجاب أو هذا الفارق الكبير في الأعداد هو بالضرورة يخص جائحة كورونا. فللأسف الشديد هذا الشعب يعني بدلا من أن تجبه الحكومة أو يجبه النظام أو يستنهض همم الشعب في مواجهة هذه الجائحة بحالة إنسانية وحالة مجتمعية محترمة يعني تراعي مصالح البلاد والعباد، للأسف الشديد يبدو أن هذا النظام تحالف مع كورونا على الشعب المصري أو نسق مع الفيروس ضد هذا الشعب الذي يفاجأ الآن بأن كل ما كان يذكر في الشهور الماضية كان أكاذيب. مش معقول أنت بتتكلمي في غضون خمس أيام كانوا يصرون على أن عدد الإصابات اليومية لا يتجاوز 120 و150 وفجأة بعد أيام يعني بتتكلمي في 72 ساعة أو أكثر وصلنا إلى 1100 و1200 وإلى ذلك. هذه القفزة يعني تؤكد أن هناك حالة من التهريج العام فيما يخص المواجهة الصحية لجائحة كورونا، تتطلب يعني إذا كان أحد يعني يهم أمر هذا الشعب حقيقة أن يعاد النظر في كل الإجراءات التي مضت. يعني أنت بتشوفي في قبض على مدير المستشفى وقبض على مش عارف مدير التمريض، فكرة القبض لا يتحدث أحد عن فكرة أنه يعني زيادة عدد أسرة العزل أو مستشفيات العزل أو تحسين الخدمة. أو يعني أنت بتوقع غرامات على التستر على مصاب الكورونا وفي نفس الوقت مصاب الكورونا لا يستطيع أن يصل إلى مستشفى لتلقي العلاج، وإن وصل لا يسعفه أحد ولا يستقبله أحد. والحكايات كثيرة جدا عن أنه كان في ناس بتموت أمام المستشفيات. الوضع البائس الآن للأسف الشديد في مصر الآن لا يخلو بيت الآن من حالة إصابة بكورونا، ومع ذلك بتصر الحكومة على أنه هناك 1000 شخص. 1000 شخص ده أنا أزعم أنه أقل من المعدل الإصابة اليوم في قرية أو في مركز صغير في أي محافظة من محافظات الدلتا المصرية. دعني أخذ هذه النقطة وأذهب إلى ضيفنا دكتور محمد فتوح عضو مجلس نقابة الأطباء المصرية سابقا والذي ينضم إلينا عبر الإنترنت من لندن. دكتور محمد، بماذا تفسر هذه الزيادة في أرقام فيروس كورونا أو أرقام إصابة فيروس كورونا في مصر والتي قفزت خلال هذا الأسبوع من 100 و150 إلى أكثر من 1000 مصاب في الوقت الذي أكد فيه المسؤولين أنه لا توجد هناك موجة ثانية وأن السلالة المتحورة أو أن الجزء المتحور من فيروس كورونا لم يعني يتم رصده في مصر؟ هو الأرقام الأولانية كاذبة والأرقام الأخيرة برضو كاذبة، يعني ما فيش أي عقل أو منطق وراء إن هو يقول إن دولة بحجم مصر فيها 100 مليون مواطن لا توجد فيها إجراءات احترازية حقيقية، لا الحكومة لا تشجع على التباعد الاجتماعي، بتنظم المهرجانات، وفي الآخر يقولوا لنا إن فيها 500 أو 1000 أو حتى 5000، وبعدين في الآخر يطلع المسؤولين سواء من وزارة الصحة أو المتحدث الرسمي باسم الوزارة أو مستشار الرئيس يقولوا لنا لا اضربوا الأرقام في 5 أو في 10 أو كده. فطبعا لا منطق خالص في الأرقام دي. طبعا اللي احنا شايفينه في الناس بتشتكي في السوشيال ميديا وفي كل القنوات عدم توافر مستشفيات العزل، على الرغم ان وزارة الصحة أعلنت عن وجود 364 مستشفى تم تخصيصهم لعلاج مرضى الكورونا، يعني احنا بنتكلم على الاقل كل مستشفى 9 500 مريض، فاحنا بنتكلم في اعداد اكبر بكتير من كده. الجروبات الخاصه بتاعه الاطباء برضو دايما بيكتبوا فيها، كل طبيب بيكتب فيها عدد الاصابات او عدد الوفيات اللي شافها النهارده، وفي يعني ناس اطباء كتير بيتكلموا عن عشرات من الوفيات في كل مناوبه ليهم سواء 12 ساعه او 24 ساعه. فطبعا الارقام غير
حقيقيه بالمره. يعني هو الواضح ان هو في غياب للرؤيه عند الحكومه. لما حصلت الموجه الاولانيه كان قدامنا 5 شهور من الموجه الاولانيه، من شهر 7 لما خلصت لغايه شهر 12، كان ممكن يتم فيها الاستعداد احسن من كده بكتير، كان ممكن يتم زياده عدد المستشفيات، كان ممكن يتم عمل مستشفيات مدنيه يمكن في كل محافظه. يعني احنا كنا شفنا في شهر 7، في شهر 6 كان السيسي كان افتتح مستشفى 3000 سرير، مستشفى ميداني، لم نسمع عنها حتى الان ان في مريض واحد دخلها. طب هل المستشفى دي شغاله ولا تم تفكيكها؟ طب ولو شغاله ليه ما سمعناش ان في مرضى دخلوا لها؟ ليه ما يتمش انشاء مستشفيات ميدانيه في كل محافظه بحيث انها تسع الحالات دي بدل ما الناس عماله تشتكي من عدم وجود اسره؟ ليه ما يتمش زياده؟ طب دكتور محمد، الا يمكن افتراض ان الامر ليس غياب الرؤيه من جانب الدوله، ولكن مثلا يعني طبعا قبل ايام واعتقد كنت معي على الهواء عندما شاهدنا ذلك الفيديو الذي كان السيسي يلوح للمواطنين ويحثهم على ضروره ارتداء الكمامه، كل الذين كانوا على الارض تقريبا واحد او اثنين فقط اللي كانوا هم يعني من يرتدون الكمامة أو الكمامة الواقية، والبقية لم يرتدوا الكمامة، وهذا يضع علامة استفهام على اتباع الإجراءات التي تحث الدولة على ضرورة اتباعها. ألا يمكن أن يكون ذلك وجهة نظر أخرى لرؤية الأمر؟ إلقاء اللوم على الشعب يعني وسيلة سهلة جدا للتخلص من المسؤوليات. ممكن ما حدش يقدر يقول إن هو الشعب يعني في تمام الوعي وفي تمام المعرفة بأخطار الأزمة وأخطار الوباء، وإن هو بيتعمد إن هو يخالف الإجراءات دي عامدا متعمدا. لكن هو ممكن يمكن قله وعي من الشعب، والحكومه كمان ما عملتش مسؤولياتها. الوعي بتاع الشعب ده زي ما احنا قلنا بيتكون عن طريق ثقافه، عن طريق اعلام، عن طريق تعليم، عن طريق تنفيذ قانون. كل ده بالمسؤوليات للحكومه كانت مفروض تعملها. ساعتها كان ممكن الوعي بتاع الشعب يزيد وكان ممكن يلتزم بالاجراءات. النهارده سمعنا عن 50 جنيه لكل من لا يلتزم بالكمامه، فهل حضرتك هتحط عسكري على كل مواطن عشان تشوف هو التزم بالكمامه ولا لا؟ الصراحه ان الوعي ده يعني الوعي الشعبي ده دي حاجه بتبني برضو على المصداقيه. يعني لو الشعب شايف ان الحكومه صادقه في بياناتها وبتقول الارقام حقيقيه وبتسعى فعلا لحد من الوباء، كان ممكن الشعب ساعتها الكلام بتاع الحكومة ويلتزم بالإجراءات الاحترازية حتى بدون 50 جنيه ولا غرامات ولا حاجة زي كده. لأن الشعب هيخاف على نفسه على الأقل من الإصابة، أو هيخاف على أهله من الإصابة وهيلتزم بيها لوحده. نعم، وضحت الفكرة دكتور محمد فتوح عضو مجلس نقابة الأطباء المصرية سابقا، شكرا جزيلا لك. عودوا لك مرة أخرى الكاتب الصحفي وائل القنديل. يعني أعرف أن مسألة إلقاء اللوم على الشعب هي يعني فيها قدر من المغالاة على الشعب المصري، ولكن لماذا لا يمكن اعتبار ذلك وجهة نظر؟ يعني الكل يعلم عن جائحة كورونا، الكل يعلم عن ضرورة اتباع الإجراءات، ولكن هناك من لا يتبع هذه الإجراءات ونراها في الفيديوهات التي يقف فيها السيسي شخصيا. كويس جدا. مسألة لوم الشعب أو إدانة الشعب دي مسألة مخططة منذ البداية مبكرا جدا. لو تذكر حضرتك المسيرة التي خرجت تجوب شوارع الأسكندرية تهتف ضد كورونا، أظن نذكرها في البداية، في فترة كان فيها حظر تجول ولا يستطيع أي 3 مصريين أن يقفوا على نصية شارع للحوار بينهم، للدردشة بينهم. يعني تتكلم في دولة محكومة بقوانين قمعية، قوانين طوارئ، قوانين منع تجمع، قوانين منع تجمهر، تفتيش موبايلات في الشوارع، ومع ذلك يسمح بتظاهرات ضد كورونا، تظاهرات عارمة ضد كورونا، وكأن المقصود أن يقال في الآخر هذا الشعب الهمجي هو الذي يقتلنا، وهو الذي يقتل نفسه ويقتل البلاد. يعني منظر طيب إذا كنت أنت تغلظ العقوبات في أشياء أتفه من ذلك بكثير، لماذا لا تطبق القانون في مخالفة إجراءات التباعد الاجتماعي ولبس الكمامات؟ أنت فقط تقبض على أطباء
وتعاقب أطباء وتعاقب مواطنين ينتقدون سوء حالة المستشفيات على مواقع التواصل الاجتماعي، وعدد الذين تم القبض عليهم على قضية يعني على ذمة الكورونا المئات من المواطنين والناشطين، كل ذلك لأنهم مات لهم عزيز مثلا فانتقدوا الإجراءات داخل المستشفيات أو انتقدوا تباطؤ السلطات الصحية في الإسعافات ما إلى ذلك. وبالتالي أنا أعود مرة أخرى إلى أنهم استثمروا جيدا في هذه الجائحة لمضاعفة كميات القمع، منح الضبطية القضائية للضباط وضباط الصف لاستيقاف المواطنين، منح أفراد الشرطة والمأمور الضبط حرية الدخول إلى المنازل للتفتيش عن مصابين كورونا، هواجس أمنية فقط لم يفكر أحد بشكل حقيقي. تضييق أكثر على السجناء في المعتقلات طبعا. شفنا القصة دي. في الشأن المصرية أيضا، قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة متهمين بالسجن المؤبد، كما وعاقبت 30 آخرين بالسجن المشدد 15 عاما، ومعاقبة 4 آخرين بالسجن المشدد 5 سنوات في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث جزيرة الوراق. واتهمت المحكمة أهالي الوراق بالتجمهر واستعمال القوى والعنف أثناء تنفيذ قرارات إزالة التعديات بالجزيرة، وذلك بهدف تنفيذ مشروع الحكومة لتطوير الجزيرة. وأوضحت تحثيات الحكم أن وضع الأهالي يدهم على أرض الجزيرة على أرض جزيرة الوراق لا يمنع الدولة من استردادها. تعود القضية إلى اشتباكات وقعت عام 2017 بين عدد من سكان الجزيرة الواقعة في قلب النيل في القاهرة وبين الشرطة، ما أدى إلى مقتل أحد السكان وإصابة 33 شرطيا والعديد من الأهالي. حكمت المحكمة بالعذورية للمتهمين كان السيد كامل معوض وهمام شكر إصابة وحنفي همام عبد القادر بدوي وعبد الفتاح محمد إبراهيم حسنين سعد وغيابية لباقي المتهمين. أولا، بمعاقبة إسلام محمد سيد الرابع بالسجن المؤبد. ثانيا، بمعاقبة كل من كامل سيد كامل معوض وهمام شكر إصابة وحنفي همام وعبد الفتاح محمد إبراهيم حسنين سعد بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات. ثالثا، بمعاقبة كل من أحمد زين العرب أحمد أبو الهنيك شعبان عبد الرحمن عبد الفتاح عطية محمود كمال كامل عبد النبي عمرو محمد عبد الفتاح عطية محمود جمال محمود عبد المحسن محمد عصام علي طه علي خالد محمد عبد الوهاب برعي صفوة سيد هذا لك سيد وائل. إذن جنايات القاهرة أو جنايات القاهرة تقضي بهذه الأحكام على أهالي جزيرة الوراق والذين مات أو قتل منهم أحد الأشخاص، بينما يعني هناك ثلاثة هناك قوات الشرطة التي لم نسمع إن كانت قد يعني حصلت على أي أحكام مقابل ممارسة العنف ضد المواطنين. هناك مواطنين أصيبوا في هذه الواقعة وشخص قتل في هذه الواقعة. بالضرورة لا، لن يعاقب أحد من الشرطة، يعني المسألة محسومة أنه لن يعاقب ضابط في عصر عبد الفتاح السيسي، هو قال ده من الأول. الحقيقة ما يجري مع جزيرة الوراق هو عملية تهجير قسري بالمعنى الصريح لهذه الكلمة، بالمخالفة للقوانين وللدساتير وما وكل ذلك. التحرش بهذه الجزيرة بدأ مبكرا جدا منذ زمن حسني مبارك، مع صعود موجة الرأسمالية المتوحشة أو طبقة رجال الأعمال بدأ التحرش بهذه الجزيرة، لولا أنه كان هناك مجلس دولة حقيقي وهيئات قضائية تصدت لهذا وأصدرت حكما تاريخيا بمنع بوقف إزالة التعديات وما إلى ذلك، ولم تتوقف محاولاتهم حتى جاءت ثورة يناير وأنقذت الجزيرة من مصير مظلم كانوا بالفعل يمضون في التنفيذ، إلى أن جاء عبد الفتاح السيسي وهو شخصيا يتحرش بجزيرة الوراق. هو في إحدى خطبه تحدث عنها، قال انه في جزيره فيها ما اعرفش ايه في النيل وبدا بيها يبقى فيها عشوائيات. الجزيره الوراق مع جزر اخرى ضمن المحميات الطبيعيه بحكم قرارات مجلس الوزراء السابقه، جزيره الوراق زراعيه بالاساس، يعني فيها 1850 فدان منهم 40 فدان فقط غير مزروعه التي يعيش فيها الاهالي. تقول انها يعني تقوم بازاله التعديات وتقوم ايضا بتطوير الجزيره، واهالي الجزيره يشتكون من عدم وجود الخدمات، عدم وجود حتى كويس. طريق معديه كما يسمونها، معديه يعبرون بها الطريق من ضفه النهر الى
منطقة الجزائر. ليس معنى أنه لا توجد معدية أن أهدم البيت كله، يعني أنا أريد يعني أنا لا أهدم البيت لأنني لا أستطيع أن أصل منه إلى مكان آخر، أستطيع أن أنشئ كوبري، ولكن في الأصل هذه الجزيرة محمية طبيعية بحكم القانون، بالإضافة لأنها منطقة زراعية وأهلها بالأساس ينشطون في هذه الزراعة. الهجوم على جزيرة الوراق كان أشبه بحملة عسكرية، يعني في 2017 و2018 كانت هناك حرب حقيقية، فالناس فوجئت بأن قوات بتداهم منازلها وتطلق عليهم قنابل غاز، فبالضرورة سيدافع المواطن عن نفسه، سيدافع بطوبة، سيدافع بحجر، في هذا كله لابد أن تحدث الاشتباكات، ولكن العقوبة جاءت على المواطنين. والقصة في المبتدأ والخبر أنه هناك عين تريد هذه المساحة الجغرافية العبقرية التي تتوسط 3 محافظات للاستثمار فيها لصالح الشركة الإماراتية المعروفة اسمها أظن RSB مع شركاء آخرين. هذا هو مربط الفرس في القصة، لا هي تطوير ولا هو أي شيء من كل ذلك، لأن سكان جزيرة الوراق لهم طبيعة خاصة، هم ناس بسطاء بيعيشون على الزراعة وبيعيشون على الصيد، فإذا كنت تريد أن تطور حقيقة فلتطور أدوات الزراعة وأدوات الري، أما ما يحدث الآن فهو لا يختلف إطلاقا على الجريمة التي ترتكب بحق مناطق في سيناء، يعني تهجير قصري شامل، إزالة وإبادة، فعلا حرب إبادة جماعية ضد السكان، ثم يأتي القضاء الذي كان حصنا وكان غطاء يحمي حقوق هؤلاء الناس في سالف الزمن، يتحول مرة يعني يخالف دوره وتاريخه ويصدر هذه الأحكام المغلظة التي لا تصب إلا في اتجاه مواصلة عملية الإخلاء والطرد وتهجير السكان من أماكنهم.